حياكم الله مشاهدين ومستمعين المارينا اف ام، واليوم نستكمل حلقاتنا ونستكمل المتعة الأوروبية اللي صارت أمس، ومن خلال الساعة هذه إن شاء الله نستمتع ونتحدث عن كرة القدم. أمس ليلة أوروبية استمتعنا فيها. نحب نرحب بأبو عبد الله ونقول له حياك الله المنتشي بتأهل مدريد. مساء الخير ومساء الورد على الجميع الحضور والمستمعين المشاهدين. أتوقع يعني في أسوأ الأحوال في رقم يعني راح نذكره بعد شوي عن ريال مدريد، راح تعرف ان ريال مدريد الوحيد من الأندية اللي ما طلع من دوري المجموعات. يا سلام، فهذا شيء طبيعي يعني. يا سلام يا ابو عبد الله. طبعا نذكر برقام البرنامج 22 20 90 4. انا عشان ابو عبد الله متأهل راح اعفي اليوم من تذكير رقم البرنامج، ولا تذكر ابو عبد الله 220 20 904. ايوه 22 20 90 4. اللي يحب يشارك، مدريدية، ليفربولية، برشلونية، انتراوية، أي فريق مشارك بدوري الأبطال، حتى الأرسنالية واسطة لأنهم متصدرين الدوري الإنجليزي. ثانية لا توسط لهم برا، خلي يصعدون أول. شوف عندنا اتصال، عندنا اتصال. بناخذ أول اتصال ونقول ألو. يعطيكم العافية. الله يعافيك، حياك الله. منو معاي؟ معاك حمد شمري. ونعم ونعم حمد، حياك الله. نعم حالك. والله صراحة مدريد يخلينا نستانس من كبوات الغادسية ويخلينا نطلع من جو يا سلام. والله ملك الحمد، تشيلسي ومدريد ماشيين عال صراحة عدل. يعني شو أقول لك، بس مدريد الكلاسيكو والله ما يندر على انشيلوتي. ما نبي الأربعة ترد ثاني مرة. ما تبي الأربعة ترد، متفائل ولا متشائم؟ والله شوف، مدريد فريق كبير يعني وبرشلونة فريق كبير بعد، بس هذه المقدمات معناته انت متشائم من المباراة. لا انا ثقتي عالية في مدريد. ما عليك من الاربعة حمد اللي طافت. اي يقول لك ابو عبد الله اللي فات مات خلاص. ابو عبد الله انت غتساوي، خلك مع حبيبي غتساوي مدريدي. شو تساوي بس روح، ما لك شغل. شو نساوي ابو عبد الله؟ ان شاء الله باذن الله مدريد مرات برشلونة لها حسابات طبعًا. إن شاء الله طبعًا طبعًا. راح يلدغ من الجحر مرتين. نشوف نشوف يا حمد، نشوف يمكن مين يرد عليكم. مشكلة بجيب لكم كيك إن شاء الله بالفوز. بس قولوا آمين. لا خلاص إحنا مدريدية خلاص. يعطيك العافية حمد حبيبي. مشكور زعتك أبرك الله، يعطيك العافية. حلو هذه المشاركات أبو عبد الله. اليوم نشوف الجماهير يعني المعايات والغشمرة، هذه يعني شيء يسعدنا والله. الجماهير تلاحظهم مستانسين على المستوى العالمي الدولي، يعني انتي حق الأندية الخارجية ريال مدريد وتشيلسي والأندية هذه من تعشي أرسنال، من تعشي بالانتصارات، ودائما انتصاراتها يغيب، ممكن نادر ما يغيب، خاصة ريال مدريد أنا أتكلم عنه، إنه من الفرق إنه صعب إنه يغيب عن المنافسات وعن البطولات. وذكرت لك أنا مدريد 31 مشاركة في المجموعات جميعها تأهل منها، وهو هذا الفريق الوحيد على سانت شري. احنا نقول انه هو زعيم اوروبا، زعيم اندية العالم، هذه مو مبالغة. دائما احنا نتكلم، بنشوف يمكن في رد من البرشلونية. دائما شوف دائما حتى عندنا مستوانا المحلي، حتى مستوى المحلي لما كان العربي مسيطر زمان، كان لما يقولون هم زعيم ما تقدر تقول له، لانه بطولات اكثر. وبالوقت الحالي من في الوقت الحالي جت فترة طويلة أيضا القادسية استعاد، يعني صار هو في الزعامة، فالمعايات هذه حلوة في الأطر المحدودة، يعني لا تتعدى إنه والله كر وما كر. أكيد لا، هذه ترى بالنهاية هي كرة صح. قدم، وبالنهاية لازم الجماعة اللي عندنا هني يشوفون الأجواء الاحترافية اللي صار لها سنين برا، ويشوفون إحنا حالنا وين واصل. عادل كلامك أبو عبد الله، تستمر. الله يسلمك. انا برحب فيه بعد الانترو، بعد الانترو تشي بنخشه تشي نفس الصفقه تشي كزرله شلون طلع فجاه. انا بعد الانترو بنرحب بعادل، حركنا مفاجاه. تستمر الليالي الاوروبيه في امتاع الشاق المستديره، حيث شهدت الليله الماضيه تاهل كل من مانشستر سيتي وريال مدريد على الرغم من التعادل. في المقابل شهدت الجوله عده مفاجات، حيث تعثر نادي باريس امام نادي بنفيكا، بينما سقط اليوفي أمام النادي الصهيوني مكابي حيفا، واستمر تشيلسي بكل تأكيد تفوقه على ميلان بالفوز في إيطاليا. كل هذا وأكثر بنتناقش فيه في محاورنا اليوم.
زيزو عطنا الانترو. لا تحتفل بخسارة ريال مدريد حتى صافرة النهاية. ريال مدريد في الوقت القاتل سجل هدف التعادل عن طريق روديجر وضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور القادم. ومثل ما ذكر أبو عبد الله ريال مدريد لا يخرج من دور المجموعات. وبنبلش مع كابتن عادل. أبو عبد الله تكلم عن ريال مدريد، نبي نسمع رأيك بالتعادل. يعني هذه المباريات اليوم ريال مدريد يلعب لعبها بأريحية، يعني خليك من ظروف المباراة والنتيجة وإنه ما سجل وشاختار كان قريب من الفوز، ولكن مدريد كان يفكر يلعب المباراة وهو يفكر في مباراة برشلونة، يلعب مباراة ويحاول يجهز بعض اللاعبين، وفي بعض اللاعبين تحس إنه يعني مو بالفورمة في هذه المباراة، فبالتالي التعادل يعني ما هو سيء، وبالنهاية مدريد ضامن إنه يتأهل. بالفعل مدريد تأهل. عندنا مشاركة من أخونا محمد، حياك الله محمد. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. هلا أبو عدنان. محمد الأرسنالي، نعرف المشاهدين. إي نعم. تفضل محمد. الله يعطيكم العافية. احنا قلنا واسطة الأرسنالية اليوم. إي لا اليوم الأرسنالي المفروض ما يدقون، بس أنا داق اليوم. لا لا بالعكس بالعكس، الكل الكل مرحب فيه. لا بالعكس السنة الجاية خلي تجهزون إن شاء الله. إي لا لا مجهزين. الجاية. إي لا أنا بتكلم عن مباراة تشيلسي. اللي أثبتت الفجوة الكبيرة بين الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي فنيا أقل ما فيها. والفرق الإنجليزية نفس ما قلت لك أبو عدنان، الفرق الإنجليزية لا خوف عليهم بدوري الأبطال. والشغلة الثانية اللي بغيت أتكلم عنها اللي هو الدوري الإسباني، هل ريال مدريد هو الوحيد اللي ضامن بقاء أربع مقاعد للدوري الإسباني بدوري الأبطال؟ لأنه مو معقولة برشلونة صار له فترة طايح، وإشبيليا وأتلتيكو مدريد هم مو يعني مو ذاك الزود دوري الابطال، حتى الموسم هذا ممكن نفضل ثلاث في ريال وصل قبل ناين موسم طاف، بس غيرها يعني ما في. حتى اذكر ان يعني الفرقه الاسبانيه كان سيئه باستثناء ريال مدريد الموسم الماضي. نشوف تناقش وجهه نظرك محمد. واليوم اتوقع اليوم اتوقع ليفربول هم اتوقع انه راح يحسم التاهل اليوم. الليفر يحسم التاهل. اي واخر شغله عن ميلان، ميلان كانه دوري الابطال يقول ارجوك اصعد لدور النوك اوت، لان النتائج أمس خدمتها تعادل دينامو زغرب فعلا خدمتها. والله يعطيكم العافية. شكرا شكرا لك محمد. وطبعا هذه الأسئلة موجودة بالمحاور، ويمكن الميلانية يردون عليك، لأن احنا بعد مجهزين محور على الحالات التحكيمية اللي صارت في المباراة. نشكرك أخوي محمد على المشاركة. أبو عبد الله، بنزيمة رجع مرة أخرى إلى أرضية الملعب، يمكن هذه تعطي إيجابية إنه هو يشارك في الكلاسيكو. بنفس الوقت البعض يقول لك لا والله هو ما ظهر بالشكل المناسب، شنو ردك على هالكلام؟ والله شوف لاعب يعني بعمر بنزيمة والإصابة اللي حاشته ببداية الموسم، هذا شيء طبيعي إنه راح تأثر عليه، ونظرا لمكانته وضرورة وجوده في خاصة في مباريات صعبة قاعد تصير حين على حتى لو على مستوى الدوري، يعني واضح إنه لاعب ما هو جاهز 100% بصراحة. أنا أحس حتى في ضربات الجزاء اللي ضاعها في المباراة السابقة في بطولة الدوري، أحس إنه حتى على مستوى الحس الكروي انه ابتعد عنه بالاصابه هذه. بس ممكن نشوف بنزيمة باي لحظه يرجع بنزيمة، لان نوعيه اللاعب هذا من افضل اللاعبين. ليش هو حاليا راح يكون افضل لاعب في اوروبا؟ عدل. هذا معدن اللاعب واللي يظهر في مباريات الصعبه، لذلك هو قاعد يجهز لمباريات برشلونه. ومثل ما قال اخوي عادل ان مباراه شختار يعني ما كانت بذيك الأهمية، ولا عطى ريال مدريد كل قوته، رغم أن شختار أنت عارف فريق دفاع مناطق متأخرة يقعد ويعتمد على المرتدة. يعتمد على المرتدة. ريال مدريد واضح من تشكيلته أمس ومن إراحته من أكثر من لاعب، واضح أنه قاعد يفكر في برشلونة وهو أخذ يمكن التأهل. نعم. لكن بنشوف اليوم رأي الكابتن عادل عن روديجر. إحنا مزابين صورة لروديجر لقطة من أمس بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل. إذا نشوف صورة روديجر أمس. عادل، شفت قتال روديجر أمس يعني على تسجيل الهدف، شنو رأيك بهاللاعب خصوصا يعني هو أول موسم له؟ شوف يعني القتالية توجد من الفريق يعني، ولكن بشكل عام روديجر من اللاعبين المميزين واللي عنده صلابة ذهنية سواء مع تشيلسي أو مع الفريق اللي قبل، حتى لو يكون عنده بعض الأخطاء، ولكن لاعب عنده شخصية، عنده شخصية وعنده
شجاعة وتقدم بالوقت الأخير من المباراة مثل ما يتقدم كثير من المدافعين إلى الأمام، ولكن الإبداع كان من التمريرة. يعني إحنا نتكلم الكرة العرضية، بالنهاية أنت مهاجم، أنت مدافع، أنت جناح، إذا بتسجل براسك أنت تحتاج الكرة العرضية تكون يعني مميزة. بالضبط. وإحنا شفنا اللحظة اللي قبل هذه الكرة، كان في كرة قبلها مشابهة لها، توني كروس، يمكن الكل تكلم عنها يمكن بفصل التواصل الاجتماعي، ما بيعيد على الكلام هذا، ولكن توني كروس أولا أظهر الصفة القيادية اللي عنده، أنه هو أشهر اللاعب أنه تقدم، هذه توجيهاته هو الشخصية مو توجيهات مدرب، وانتظر اللاعب أنه يصل منطقة الجزاء ولعبها على رأسه بالملي مثل ما يقولون، والكرة الثانية نفس الشيء لعبها بالملي وتسجلت هدف. أنا اللي أستغربه من دفاع شختار، يعني واضح أنا الفكرة كانت موجودة، لو أنا كنت لاعب شختار أول ما أشوف كروس ناطر لاعب يصعد أضغط عليه، ما أعطي الفرصة، ولكن هو كان يعني كأنهم مستسلمين تأخروا أو يمكن بيحافظون على النتيجة. غوارديولا الموسم الموسم الماضي لما خسروا من ريال مدريد في الدقائق الأخيرة، وفي نفس الأسلوب لما سجلوا هدفين في دقيقتين، نفس الطريقة ونفس أسلوب الكروسات هذا اللي داخل 18، تحدث عنها غوارديولا، قال أنا عارف طريقة ريال مدريد إذا كان خسران. هو هذا شيء غريب، يعني ان الكل عارف طريقه ريال وما قادر يوقفه. اكيد. ورايك بروديجر لما شفته متعور، شنو الشعور اللي 20 غرزه يا رجل، 20 غرزه اللي سال، حسب ما سمعته بالتغرير 20 غرزه، يعني دخول قوي جدا. ايضا شوف الصوره، اي ايضا الحارس، يعني هذا اللي يتكلم، هذا المدافع، واحد اللاعبين ذكر قال مو اي لاعب يدخل في هذه القوه، هذه شجاعه من اللاعب، لأن هذه كرة خطرة جدا. تدري شنو صرح أنشيلوتي بعد المباراة؟ يقول أنه هو بعد الإصابة هذه قال بستمر ألعب، يعني ما يوقف عن اللعب، فلاعب مقاتل، يعني هي ما هي غريبة عليه، يعني هو كذلك يعني عم تهو ألمانيا يفكر في، شوف أنه في قيادية من اللاعب. صحيح، يفكر في مباراة برشلونة وفي ليفا. بالفعل. نعم. بالفعل، يعني هو ممكن يفكر في المباراة القادمة وده أنه يستمر. طبعا هذا كان حديثنا عن مباراة ريال مدريد. ننتقل إلى مباراة مانشستر سيتي. المباراة شهدت طرد، يعني بوقت مبكر في المباراة ظهير مانشستر سيتي انطرد. كابتن عادل، ايش رايك بالتعادل؟ والله انا خليك من التعادل، انت شوف مانشستر سيتي مريح لاعبين، يعني من اللي يلعب بالتشكيلة؟ كانسيلو، أكانجي، لابورتا، سيرجي غوميز، في خط الوسط دي بروين، رودري، غوندغان، في خط المقدمة محرز، ألفاريز، جاكي غريليش. يعني هو مريح منه، مريح هالاند، مريح فودن، مريح برناندو سيلفا. طبعا مصاب الباك اليمين اللي هو ووكر، يعني ومريح الظهير الأيسر أيضا، يعني وقلوب الدفاع، يعني مريح سبع لاعبين. تشكيلته تفوز بالدوري، هو عنده فريق، تشكيلته هذه الاحتياط اللي هو مريح فيها اللاعبين تفوز بالدوري، هذه تشكيلته يمكن من افضل من كل التشكيلات الموجوده في الدوري. صحيح. كاساسيين، يعني علشان كذي هو مسيطر في السبع سنوات الاخيره على الدوري الانجليزي، وقاعد يوصل مراحل متقدمه في الدوري الابطال. وطرد ابو عبد الله، يعني هو انطرد، يعني الطرد كان مبكر يمكن في اول 20 دقيقه. صرح بيب غوارديولا انه هو فخور بداء الفريق، هل تشوف بالفعل أنها التعادل يفتخر فيه بيب، ولا نقول يعني هي تشكيلة قوية من ممكن نتفوز؟ أبو عدنان، نتيجة إيجابية، يعني أنت خارج الديار وتأخذ لك نقطة وتكون أنت خلاص يعني تقريبا متأهل، من بينافسك يعني في المجموعة؟ المجموعة مو بذيك القوة مثل في بعض المجموعات، خلينا نكون صريحين. سيتي سيطر وصنع فرص، وحتى ضربة جزاء ضيع وهو لاعب ناقص، فيدلك على مثل ما ذكر أخوي عادل على قوة أن هي بالنهاية 11 رجل ضد 10 لاعبين، قوة سيتي في الدكة، البدلة والأساسيين، يعني هذا شيء ملغي عند غوارديولا. عشان كذي ريال مدريد يعني هم أمس ريح أكثر من لاعب، مودريتش، فينيسيوس في الشوط الأول، فتلاحظ الفرق هذه الكبيرة هذه اللي مرشحة للنهائي هذا بإذن الله. احنا بنتكلم عن مباراة تشيلسي. تشيلسي اكد تفوقه كابتن عادل على ميلان وانتصر، وكذلك المباراة هذه المباراة الحين اللي فيها الطرد، الحين يلا حطها من مساعة احنا بنشوف، حطها الحين حط الطرد. ونبي كابتن عادل يتكلم عن الطرد. الكلام كله عن الكرة هذه، يبقى
شوف تبي تقول لي قانون بلنتي طرد، قانون صرف، قانون واحد زائد واحد يساوي اثنين، ولكن كرة القدم مو واحد زائد واحد يساوي اثنين. كرة القدم لو كانت واحد زائد واحد اثنين المفروض اللاعبين في أرض الملعب يمكن ما يكملون مباراة من غير طرد، وما يكملون مباراة من غير ركلات جزاء. هذه الكرة أنا برأيي ممكن أنها يعني ممكن تقول فيها إعاقة، ولكن ما ترتقي أن تكون ركلة جزاء من وجهة نظري. كابتن عادل بالقانون طرد ولا مو طرد؟ بالقانون إذا حسبها بلنتي طرد. إذا حسبها ليش القانون طرد؟ شي يقول في مادة واضحة إذا حسبها بلنتي طرد. ليش؟ في ناس تتكلم عن العقوبة الثلاثية. العقوبة الثلاثية إذا كان اللاعب رايح حق الكرة، إذا لاعب الكرة أنا رايح سلايت حق الكرة وما حصلت على الكرة سويت ركلة جزاء، هنا حتى لو كنت آخر لاعب تأخذ كرت أصفر وركلة جزاء. ولكن إذا ما كنت رايح حق الكرة مثل هذه ما راح حق الكرة، هو قاعد يحاول يأخره يعيق اللاعب، يعيق اللاعب، أنت ما لعبت الكرة فهي طرد مباشر. فالقانون القانون لابد أن ينقح، والحكام لازم يفهمون اللعبة. يعني قرار يعني الحكم صحيح لكن مشكلة بالقانون. بوجهة نظري حكم المباراة ما كان عليه صفر بلنتي، إذا هي بلنتي الفار يحطها. هو سدد ماونت الكرة وتصدى لها الحارس بغض النظر، هو كمل وسدد صح وسدها الحارس، والإعاقة ما هي يعني ممكن تحسب بلنتي يمكن ما تحسب بلنتي. ولكن أنا اللي أقوله هذه الكرة اللي ما هي 100% واضحة خلها حق الفار يقول لك إذا هي بلنتي. ليش أنت تأخذ القرار وتخلي الفار لأنها 50-50 يكمل على قرارك؟ أبو عبد الله عندك وجهة نظر في الحالة هذه، الحالة التحكيمية مثل ما أنت شايف يعني هو انطرد حالة مؤثرة أبو عدنان، وايد أثرت على سير المباراة. 18 دقيقة الأولى كان ميلان جيد، والقرار تشوفه صح ولا خطأ؟ لا خطأ جدا، هذه ما تنحسب خطأ من الحكم ولا من القانون. شوف لما نلعب كرة سلة بالضبط، هذه لما تلعب كرة سلة هذه تحسبها رميتين أو ثلاث رميتين داخل واضح، لكن هذه مستحيل. أنت ضيعت مجهود فريق يعني كان ممتاز في 18 دقيقة الأولى، وأنا كنت متوقع في أسوأ الأحوال في أسوأ الأحوال أن ميلان ما يخسر، لو يطلع متعادل كانت بدايته إيجابية واحد. إيه كان يعني مقدم 18 دقيقة على مستوى رتم يبين لك الفريق، يبين لك ملعبه وجمهوره، وخسران لعبة طافت ومهمة للمباراة للتأهل أو للاقتراب من التأهل. لكن حكم المباراة صراحة يعني أنا استغرب، أنا ما لهم بعد حكام لأن يعني وايد ننتقدهم، إذا تحكيم في هذا المستوى على أعلى مستوى بطولة في العالم هذا شيء ما يصير. يعني المشكلة بالقانون ولا بالحكم؟ يعني لا المشكلة بالحكم، حكم في عنده روح قانون، في أيوة. عنده في عنده مرونة، يعني هذه اللعبة ما فيها إعاقة ما فيها لمس، ما يعني هذه أنت تحسبها في كرة السلة مثل ما قلت لك، غيره ما في أكثر شيء ما أقدر أعلق لك. هذا تعليقك على الحالة يعني هل نلعب من غير لا نحط يدنا من غير لا هذه عادي، الاحتكاكات هذه عادية، بعدين ما أثرت على اللاعب، اللاعب كمل وسدد كمل اللاعب. فاحنا نشوف اليوم راي محللين يعني في الحاله التحكيميه هذه. عندنا بريك ديني وبنستكمل حديثنا ان شاء الله عن مباراه دوري الابطال. رجعنا لكم من جديد لنستكمل حديثنا عن دوري الابطال، وهالمره مع اوباميانغ كابتن عادل. اوباميانغ يسجل الهدف الرابع من خامس مشاركه له مع جراهام بوتر، هل بوتر قادر انه هو يستخرج أفضل ما في أوباميانغ؟ أوباميانغ لاعب عنده خبرة، لاعب مميز، أسلوب بوتر محبذ لأوباميانغ، يناسب إمكانيات أوباميانغ، بالإضافة أن تشيلسي ما عندهم مهاجمين يزحمون أوباميانغ، فأوباميانغ مرتاح نفسيا من ناحية أنه يكون بالتشكيلة الأساسية. لو كان في منافسة من لاعب أو اثنين كمهاجم مهاجم يعني مثلا هافرتز ما هو مهاجم أساسا، ولكن يلعبونه بعض الأحيان مهاجم وهمي، راح يكون يعني يكون على اعصابه اكثر، لكن تشوف انه هو مرتاح ويقدم مباريات جيده. هل راكب على المنظومه اوباميانغ؟ البعض يقول لك ما يصلح لاعب محطه، ما يصلح يقوم بعض الادوار، هو فقط يسجل الاهداف. والله لحد الان من السابق لاوان نحكم على هذا الموضوع. اوباميانغ لاعب عنده خبره كبيره في الدوري الانجليزي، عنده خبره كبيره في البطولات الاوروبيه، عنده خبره كبيره في اكثر من اسلوب، فبالتالي وراح نادي الى برشلونه مثلا، يعني برشلونه مع احترامي لتشيلسي أكبر من تشيلسي كجماهيرية وكإعلام وكضغط نفسي. تشيلسي أفضل الحين؟ لا ما أتكلم عن الأفضلية، أتكلم عن الضغط النفسي للاعب اللي واجه اللاعب، التعامل مع الضغوطات النفسية
في برشلونة في مدريد غير لما تروح حتى ليفربول أقل. إيش معنى هو بأرسنال آخر فتراته ما نجح بس مع برشلونة نجح بالفترة آخر فترة هو ناجح مع أرسنال آخر فتراته هذا أمور أخرى، قد يكون هو غياب الحافز، قد تغيير المدربين، المدرب يلعب بأسلوب مغاير، وهو يفكر إنه يطلع من النادي، عنده مشكلة مع النادي، عقود، كثير من الأمور ممكن تساهم في هذا الموضوع. بنتكلم عن ميلان أبو عبد الله، يعني إحنا ميلان شفنا هو خسر خسارتين من تشيلسي، لكن إلى الآن الحظوظ موجودة، يعني هو حاليا يعني في المركز الثالث في المجموعة، تفصله نقطتين عن نادي سالزبورغ. هل تشوف أن ميلان لا تزال حظوظه موجودة؟ طبعا أنت قلت تأهل بيده، يفوز اللعبتين يتأهل، بس لما تيجي حق ميلان بصراحة نتكلم على مستوى الدوري الإيطالي تلقى يعني كعب عالي، لما تيجي على المستوى الأوروبي يعني أنا ما أتكلم على مثل إنه خسر ثلاثة واللعبة وأمس خسر، يعني خسر من التحكيم، أتكلم عن جودة اللاعبين، جودة اللاعبين يعني هو مو بمصاف الفرق الكبيرة من جودة اللاعبين، وخاصة في البطولة هذه قد يتفوق في الدوري الإيطالي، لا ما أقول ضعف لأقل يعني مستوى ضعيفة في دوري الأبطال، يعني هو بس عنده لعبتين فوز، لكن هو يعني أنا اللي قاعد أشوفه عنده، يعني أنا أتمنى يكون لاعبين مستوى لياو عنده في أكثر من خط، يعني يكونون على مستوى ويكون عنده دكة قوية، لأنك أنت ميلان ما يقدر على الأبطال والدوري في ظل، مع احترامي للمجموعة الموجودة، عادل ميلان تأهل ولا لا؟ مع العلم أن ميلان ظلم ظلم كبير هذه السنة والسنة الماضية، السنة الماضية انظلم مباراة أتلتيكو مدريد زين، وهالسنة جريمة، هالسنة يعني إذا احنا نشوف هذه ركلة الجزاء يعني مشكلة، هذيك كارثة يعني ايه فعلا اللي كانت في آخر كارثة. دقيقة لا اللي كانت ايه اللي لمست ايد لاعب أتلتيكو مدريد قبل دفاع ميلان. انزين هالموسم هذا الظلم التحكيمي فقط تشوفه في مباراة تشيلسي ولا تشوفه في مباراة أخرى في الموسم هذا؟ يعني مباراة تشيلسي يعني في قساوة تحكيمية وما فيها حكمة، في مباراة ثانية بعد انظلم فيها ما أذكر في والله، في لقطة يمكن أو لقطتين بس، يعني أنا أتكلم زين عادل باختصار بس، ميلان يتأهل ولا لا؟ يتأهل إن شاء الله، يتأهل. أنزين بنتكلم عن باريس، باريس تعادل مع بنفيكا، وبنفيكا هالموسم ما خسر لا في الدوري ولا في دوري الأبطال، شنو السر أبو عبد الله؟ يعني هل هي قوة من بنفيكا سوء من باريس ولا شو اللي صاير؟ مدرب ومنظومة، يعني في التزام داخل الملعب وخارج الملعب، عكس باريس تلاحظ عنده مشاكل في الدفاع، مشاكل دفاعية عنده، وعنده مشاكل إدارية خارج الملعب، ووضحت هذه أمس ولمس تصريحات مبابي والمدير، يعني انت تشوف ان اخبار مبابي يعني شبه صحيحه، واضحه يعني واضحه، حتى المدير اللي عندهم ايضا تكلم في الموضوع هذا، واضح داخل الملعب يعاني باريس، حتى في السنوات الماضيه لما حتى وصل للنهائي عنده مشاكل في الشق الدفاعي، يختلف عن بنفيكا وعن الاعلام وعن الضغط وعن الماده، فريق بنفيكا يختلف تماما عن باريس، ما عنده ذاك الضغط وما عنده، ودائما طلع منهم نونيز، دائما هم ما شوف دائما الفرق البرتغاليه عندهم اريحيه عندهم اريحيه، ودائما يصدرون لاعبين للانديه بالفعل، اي هذا واضح يعني هذا هدفهم. عندنا اتصال من الداهوم مدريد اعتقد صح؟ اي نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، تفضل ابو عبد الله. السلام حياك الله. نعم والله، شخباركم؟ الله عليك زود حبيبي، حياك الله داهم، تفضل عطنا مشاركتك. من معاك أخ عادل؟ معاك مالك وعادل موجود والكابتن محسن غانم. والله ونعم فيهم. حياك الله يا أهلا. ونعم فيكم. أدوار اليوم تتكلمون عن يمكن برشلونة والإنتر، أنا ترى ما تابعت الحلقة. إحنا بنتكلم عنهم الحين، تفضل داهم. أنا والله شوف، أنا أتكلم، أنا من الناس، أنا خاف أن أتكلم عن برشلونة يقول هذا عشان مدريد. لا بالعكس بالعكس، خذ راحتك. انا اشوف ان اعلام برشلونه وخاصه الجمهور بالغ في رجعه برشلونه، قالوا خلاص برشلونه تصدر الدوريات، بس يعني برشلونه متصدر افضل دفاع في الدوري الاسباني، بس مقابل في الابطال شنو؟ في الابطال ممكن يعدل المسار. والله انا اشوف برشلونه لا تستغرب يتاهل، انا ما استغرب، لكن برشلونه بس قلتها الدوري ممكن يتاهلون، يعني ليش تهاجم برشلونه؟ لا ما هدمته، انا اقولك اعلامه يبالغ في شيء، يبالغ انه
حتى في ناس رشحونا إعلام يحقق الأبطال، فشيء صعب على برشلونة. يعني أنت تشوف في مبالغة في إشادة برشلونة؟ لا أنا أشوف في برشلونة، شوف يرجع يمكن، بس في مبالغة في رجعة برشلونة، إن برشلونة خلاص راح يكسر الدنيا وما يجي. والدليل مباراة مع إبراهيم الأولى اللي اختاروا فيها سنين طول، قالوا برشلونة خلاص حتى وخسران قالوا برشلونة راح يرجع. مباراة مع الإنتر الأسبوع اللي فات برشلونة ما صنع ولا فرصة، بس كان خطر برشلونة وكان الانتر متراجع. داهم داهم اسمح لي اتداخل معك شوية داهم، عقولتهم روما ما بنت بيوم واحد. انا ادري إيه يعني، هي مرحلة الان، هم في مرحلة انتقالية. الاساس الان في برشلونة انه يفرض اسلوبه على الفرق الاقل منه، وهذا قاعد يقوم فيه برشلونة الى حد ما في بعض المباريات قاعد يعاني منها. منافسة الفرق الكبيرة تحتاج وقت، عودة برشلونة إلى أنه ينافس مدريد، ينافس مثلا في أوروبا السيتي وإنتر ميلان وبرشلونة، الفرق اللي قاعد تلعب بشكل مستمر تحتاج وقت شوية، ولا إيش رايك؟ أنا أفهم أخوي عادل، بنتناقش فيها الداهوم إن شاء الله. أنا ما أطول، أنا مشكلتي مع إعلامهم المبالغة في رجعة برشلونة، بس المبالغة وصلت وصلت وصلت. شكرا شكرا لك، شكرا، يعطيك العافية. عندنا بريك وبنرجع لكم من جديد. بلنتي. نكمل حديثنا عن ليلة الأمس، ميسي ما شارك طبعا، يقولون تخوف من كأس العالم. وعلى طاري كأس العالم، يعني اليوم منظمي الفيفا لكأس العالم اذكروا نقطة وقالوا أن بإذن الله الأمور طيبة بخصوص المواصلات أبو عبد الله، يعني قالوا أن الحافلات راح تكون موجودة في المطار تنقل المشجعين إلى الفنادق إلى الأماكن السياحية، بالإضافة إلى وجود التطبيقات إذا حاب تتواصل مع التكاسي، وعدة أمور موجودة. إيش رأيك أبو عبد الله بالتنظيم؟ والله التنظيم، شوف أنا عشت تجربة الموسم الماضي في كأس العرب، يعني هم 16 فريق ما واجهت صعوبة في لا 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 إطلاقا، أنا لازلت أحتفظ بالبطاقة اللي تبع المترو، وكنت أفضلها أخوي عادل يدري أفضلها على السيارة الخاصة لي، لأنها كانت توصل بالتايم، عارفين الوقت يعني من منطقة لمنطقة في مثلا 8 دقائق خلاص أنا عارف. ممكن هذا السائق الخاص يوصلنا في السيارة الخاصة يمكن ناخذ 15 إلى 20 دقيقة، ففي نظام في عمل. شرايك كابتن عادل؟ أيوة هذه شوف يا ريت. أيوة كابتن عادل موجودة عندي بالبوك للحين. المترو مالت قطر، نعم، هذه توفر لك الوقت، صح، تختصر المسافات، صحيح، مريح نظيف، من أحلى المتروات اللي بالعالم. ما هي مجاملة لبطولة كأس العالم ولا للمنظمين في قطر اللي نشكرهم على الموضوع، ولكن أنا سافرت، ويمكن أنت أبو عبد الله يمكن سافرت وايد أماكن، رحنا لندن، رحنا ألمانيا، رحنا شفنا متروات وايد، صحيح. هذا من أحدث المتروات ومن أنظفها، والله يعطيهم العافية، وإن شاء الله في البطولة يعني يخدم الهدف بصراحة. أبو عدنان عمل على مستوى، والله يعني شفنا شغلات عدل بصراحة، احنا من بهرين منها يعني، وبإذن الله بنكون متواجدين. حتى مثل ما قال عادل، ترى حتى في أوروبا ما شفناها، مو مجاملة، احنا ما نتكلم عن الأمور، انت وعشتها وتجربة، عشنا تجربة خيالية بصراحة. ألف الحمد لله، وإن شاء الله الله يهنيهم ويبارك لهم. كأس العالم المدة شهر. كابتن عادل، خسارة اليوفي، من هو الأنسب لليوفي؟ أنا أعتقد يمكن احنا أمس اتفقنا في موضوع الأجري، يعني اتفق كابتن عادل واتفق كابتن محسن على أن تأخر موضوع إقالة أليجري. إيش رأيك كابتن عادل، من تشوف البديل الأنسب؟ توخيل موجود بس بال يعني أفيلبل، ما عنده وظيفة. ممكن زيدان لأنه لاعب في اليوفي من السابق، إذا يوافق زيدان أنه يدرب اليوفي ممكن، ولكن توخيل هو الأنسب كمدرب، عنده يعني خبرة في بناء الفرق، خبرة أنه درب فرق أقل، فرق كبيرة، حقق نتائج إيجابية، ويعني بعهد قريب وهو ماسك فريق من فرق التوب. يعني حسب كلام كابتن عادل توخيل هو الأقرب. إنزين، بنتكلم عن مباريات الليلة. الليلة شنو أكثر مباراة شادتكم أنكم تشوفونها كابتن عادل؟ ليفربول، أنا لأن ليفربول ليفربول بكل الأحوال، بس أكيد برشلونة يعني إنتر هي المباراة الأمتع والمباراة اللي فيها تنافس أكثر، يعني هي التنافس أكثر كابتن. برشلونة والإنتر، برشلونة والإنتر هي بتشاهد هناك ليفربول بتشوفها بنية الشماتة ولا لا؟ لا مو شماتة، لا مو شماتة، شوف ليفربول ورينجز أيضا ترى مباراة مواجهة أوروبية، إيه بريطانية، عارف أنت الشحن اللي بين فعلا، فهذا هذا راح يأثر داخل الملعب، راح يعني كان في شغب من جماهير، راح تشوف مباريات مباراة حماسية خارج وداخل الملعب.
كابتن عادل ايش رايك، من تشوف الاقرب للفوز في مباراه برشلونه والانتر؟ والله برشلونه يلعبون بملعبهم، المفروض هم المطالبين بشكل اكبر يفوزوا، عندهم رغبه. الانتر يمكن دافع يعني في المباراه الاولى، البعض يقول لك الانتر انتهج النهج الدفاعي، هل الانتر قادر يطبق هالخطه مره ثانيه في مباراه الاياب؟ والله الاسلوب اللي يناسب والاسلوب اللي انت تحقق فيه نتيجه ايجابيه راح تطبقه مرضان، يعني اذا تشوف انت في اسلوب استخدمته مع برشلونه وكان ناجح راح تلعب فيه مره ثانيه، ليش لا؟ ابو عبد الله تشوف ان برشلونه ممكن يودع الليله او تصعب حظوظه في المجموعه؟ تصعب حظوظه اللي عنده غيابات في خط الدفاع، عوده يعني بيكي ما قاعد يلعب من زمان، لكن واضح انه اضطراري، خاصة يمكن هو احتياطي الثالث أو الرابع للفريق. فعلاً هم عندهم غيابات. إيه غيابات عندي. شوف هذه نقطة مهمة، الغيابات اليوم. كوندي أراخو. المدرب راح يعاني منها، لذلك حتى في تصريحه لما قال احتاج الحسم وما حسم، يعني قاعد يوضح رسالة شنو حصل في المباراة الأولى، من إن إحنا سيطرنا وعملنا كل شيء إلا إن ما سجلنا أهداف، فهذه رسالة واضحة للاعبين خاصة في الخط الهجوم. يعني أنا أتوقع مباراة صعبة جدا في ظل الغيابات. أيضا الانتر عنده أهم لاعب عنده في الملعب يعني هداف لوكاكو. لوكاكو ما راح يشارك طبعا، الانتر واضح أنه راح يعتمد نفس المباراة على الشق الدفاعي، التنظيم الدفاعي وإغلاق المناطق، وراح يعتمد على المرتدات، غير هذا ما راح تشوف المباراة. هل تنجح خطة الانتر؟ أنا أتوقع وجهة نظري، لان قلت لك الفرق الايطاليه على المستوى الاوروبي دوري ابطال ما عندهم اللاعبين الكواليتي اللي مثل الاسماء اللي ذكرناها السيتي وريالها بصراحه. وهو على طاري غيابات ابو عبد الله، انا بوجه سؤال عادل، عادل بروزوفيتش راح يغيب على الانتر، الانتر طبعا حقق فوز هالموسم بدون بروزوفيتش لاول مره في فتره انزاغي، شلون تشوف غياب بروزوفيتش على المباراه هذه؟ مؤثر، واهم لاعب في وسط الملعب هو اللاعب اللي ينقل الفريق من الثلث الاول للثلث الثاني، هو اللاعب اللي يقوم في مداوره الكره، هو اللاعب اللي يكون الدفاع الاول والحامي لمدافع لخط دفاع انتر ميلان، فلاعب مهم جدا وهو دينامو الفريق، فبالتالي اكيد عدم وجوده بيأثر على الفريق. وبخصوص غيابات برشلونه، يعني هم يقولون ممكن قلوب الدفاع في برشلونه راح يكونون غارسيا وبيكي، وبعض جماهير برشلونه التشاؤم من الثنائيه هذه. موضوع الجمهور، الجمهور دائما يعني متشائم، يعني اغلب الجماهير اذا كان الفريق يمر يعني فتره ايجابيه يبالغ بالتفاؤل، واذا يمر فتره سلبيه يبالغ بالتشاؤم. ورايك بالثنائيه؟ الثنائيه تمشي، يعني هو الموضوع موضوع سيستم، انت ما تدافع بس فقط في قلبي الدفاع، اكيد الاساسيين افضل، اكيد اراخو افضل، اكيد الفتره الماضيه لما صار عندهم استقرار بالتشكيله الاساسيه بيلعب بشكل افضل، لكن بالنهايه هو سيستم، اذا اللاعبين اللي موجودين، غارسيا اصلا لاعب منتخب وبيكي لاعب خبره ولاعب عنده امكانيات كبيره، اكيد هو ثقل مو نفس اول ولكن لاعب مميز، فبالتالي ممكن يمشي السيستم، يعني ممكن نشوف السيستم الليله ونشوف رده فعل برشلونه، خصوصا ان دفاعهم يمتلك ارقام مميزه، ونكمل معاكم بعد الفاصل. بلنتي ورجعنا لكم من جديد، وبنتكلم عن مباراة برشلونة. كابتن محسن يقول لك ان دفاع برشلونة متألق في الدوري، فقط استقبل هدف واحد. نعم، هذا اللي انا قاعد اقول لك بسعيد، ممكن يعاني اليوم مشاكل دفاعية، ثلاث مباريات لعب دخل مرمى 5 اهداف، يعني هو يعاني في الابطال. طبعا قاعد اقول لك انا نوعية اللاعبين، مع احترامي حق برشلونة، انا ما اتكلم على بني مدريدي ما مدري، لا اتكلم عن واقع، والمدرب راح يعيش اصعب لحظات عنده. شو السبب ابو عبد الله؟ قله الخبره؟ لا يعني شوف، بالسابق برشلونه كان عنده كواليتي لاعبين على مستوى عالي، يعني الجوده الحاليه ما تشوفها مؤهله. كان منتخب اسبانيا حقق بطوله كاس العالم، اوروبا كان عنده لاعبين، ميسي رونالدينيو، عنده لاعبين على مستوى عالي، اللاعبين يفرقون معاك، يعني المدرب الان يحتاج وقت، ما تقدر تظلمه. مثلا الحين انت لما تيجي حق كونتي قاعد يطالبونه في انه يكون ينافس على الابطال، يعني ابو عبد الله هذا كلامك رد على متصل الداهوم اللي قال ان برشلونه ممكن في مبالغه بالاشاده. فانت لا 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 لا، كلام صحيح، مو قاعد يبالغون، جدا قاعد يبالغون، اعلام برشلونه قاعد يحط الضغط على المدرب. بس المشروع تو يعني مبلش وبادي، المفروض في لاعبين صغار بيدري وقافي، اي المفروض انك تخف الضغط على اللاعبين، هذه الانديه الكبيره وهذه اللي تحصل منها من
امور الاعلاميه تاثر على اللاعبين وراح تشوفها بالملعب. بنشوف هالليله نشوف شنو راح تكون رده فعل برشلونه. كابتن عادل بنفس المجموعه احنا عندنا بايرن ميونخ ضد فيكتوريا بلزن، هل في مفاجات الليله؟ هل ممكن فيكتوريا بلزن يسبب مفاجاه؟ فيكتوريا مع منو؟ بايرن ميونخ. باير انا انت عبالك انا قاعد اسال المباراه. اه يعني انت مستهزئ فيها يعني ما خالصه بايرن وراح على 5-0 اللعبه الاولى. يعني المباراه يعني علو كعب بايرن ميونخ بشكل كبير، يعني حتى يلعب ناقص لاعب يفوز المباراه مو مهمه يعني بالنسبه يعني كاداء، يعني يقدمون افضل اداء لهم هذه المباراه حتى لو يلعب بالاحتياط يفوز، وهو راح يلعب بالاحتياط. زين ابو عبد الله ماني، لا لا البعض يوجه انتقادات لماني على مستواه في هالموسم مع بايرن ميونخ، شو تشوف؟ هل تشوف انتقادات مستحقه غير مستحقه؟ لا اللاعب يحتاج وقت انه يتاقلم مع الفريق، طريقه اسلوب مدرب كل شيء جديد عليه، يعني يحتاج وقت، مو يعني نقول لاعب ناشئ ولا صغير، لا دائما اي لاعب. يعني شوف ميسي اللي هو ميسي لما راح باريس ما تاقلم الا هالموسم، يعني العام ما ظهر بالصوره اللي الناس عارف فيه ميسي. لكن انت الان تكلم عن ماني، انا ايضا في نقطه اشوف ان ليفربول خساره في الشق الهجومي بشكل كبير. هو تاثيره تشوفه بس على الخط الهجومي ولا كذلك على نتائج ليفربول؟ لا 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 كان مؤثر الموسم اللي خذينا فيه الدوري ليفربول اللي هو 2019 اي كان في اهداف حاسمه، وانت عارف الدوري الانجليزي وفي انديه يعني صعبه في ملاعبها، كان ليفربول يحتاج المباريات هذه، لو يحتاج انه يفوز مو ما يهم الاداء، كانت مباريات صعبه. انا متابع الموسم اللي خذاه فرق تقريبا 20 نقطه الموسم هذا اللي فاز فيه ليفربول، هني ماني ظهر في صوره كبيره من ناحيه الصناعه من ناحيه التسجيل، واضح انت تشوف صلاح متاثر يعني جدا في غياب ماني، من اللي ما يترك له من مساحات ومن مسانده هجوميه، يعني واضح كان تفاهم بينهم، لكن تاثر ليفربول هذه نقطه تاثر فيها ليفربول بالشق الهجومي. دام ذكرنا ليفربول وذكرنا ماني، كابتن عادل رينجرز وليفربول الليله مواجهه بريطانيه، هل ممكن نشوف مفاجات؟ عاد شوف هواش طبعا هي المشاكل موجوده طبعا ممكن تصير فيه مفاجات، الحاله النفسيه اللي فيها ليفربول ما هي حاله ممتازه، ومثل ما ابو عبد الله يعرف ويعني وجرب، يعني اذا انت ما كنت بافضل حالاتك الذهنيه هذا ممكن ياثر على تركيزك في ارض الملعب، بالعكس الضغوطات تصير كبيره، ادائك يصير اقل، قراراتك تصير سيئه، في لاعبين ناقصين. الان ليفربول قاعد يدخل في كل مباراه بتشكيله والرسم تغير التكتيكي، كان يلعب 4-3-3 الحين قاعد يلعب 4-4-2، قاعد يلعب باثنين مهاجمين، صلاح وظائفه قاعد تتغير، قاعد يصير اكثر عمقا، قاعد يدافع على غير ان عندك لاعبين مصابين مثل ترينت الكساندر ودياز الان اصيبوا، فبالتالي هذه الامور كلها ممكن تساهم ان رينجرز يحقق مباراه، يقدم مباراه ممتازه. من اللاعبين المتاحين في ليفربول، هل ليفربول قادر انه يفوز الليله؟ ليفربول قادر يفوز، مو قادر، من اللاعبين المتاحين مو بالضروره انه يفوز، لان رينجرز عنده الامكانيه انه يستغل الظروف اللي فيها ليفربول. ابو عبد الله نفس الراي ولا تشوف انه في اختلاف؟ الفرق هذه شوف هذه الفرق يعني رينجز لو بتوصفه يعني من الفرق الوسط في الدوري الانجليزي، لما انت تقابل فرق الوسط او الفرق ما بيقلل منها اكثر اقل من الوسط، هذه عندهم الملعب والجمهور والروح اللي داخل الملعب القتاليه، يعني وانت عارف الموضوع اللي بين البلدين هذه يعني لها تاريخ عداوة والكراهية ممكن تخلي الحافز أكبر، عداوة والكراهية إيه راح تشوف مباراة قوية جدا والتحامات بدنية على أعلى مستوى أكثر من فنية. فالليفربول أنا أتوقع ليفربول يعني أنه عنده خبرة بالدوري الأوروبي، ابتعد كثير عن بطولة الدوري بس كان يحقق الأبطال، يعني في سجل مميز في الأبطال، فممكن ان تكون هذا يعني يكون هذا الفكر موجود باللاعبين وبتاريخ النادي، ان خلال 30 سنه انت دوري بعيد عنه لكن كنت تحقق الابطال، فهذه نقطه مهمه نفسيه وذهنيه للاعبين تاثر داخل الملعب. ابو عبد الله بنفس المجموعه نابولي طاير، يعني هو فاز على ليفربول برباعيه، فاز على اياكس بسداسيه، شلون شنو اللي صاير؟ يعني ابو عبد الله انت ذكرت عن ان الانديه الايطاليه يمكن اقل لا فنيا، لكن نابولي يعني يرد عليك الحين اغلب في مدرب يصنع فريق،
شخصية وأداء المدرب وايد مع لاعبين شبان ولاعبين يعني عندهم كذا لاعب يعني مجموعة ككل تحس فيه انضباط وتحس فريق نابولي يعني واضح الشق الهجومي اللي يلعب فيه المدرب يعني عنده أمور من الموسم الماضي تصدر الدوري وكانت نتائج زينة في الأبطال لكن مشكلة نابولي وين أن الاستمرارية الحين تشوفه طاير 6-5 متصدر الدوري يعني ممكن تشوفه يطيح بعدين طبعا هذا حصل الموسم الماضي وبالأبطال أموره طيبة أموره طيبة بالمجموعة إيه ممكن تتأهل المجموعة أنت أول كثاني ما في مشكلة يمكن أنت الأرقام اللي عندك كأهداف تسجل وفوزه ما أكثر فريق سجل أهداف فوزه على أياك 6 وكذا الأمور هذه لا أنت تعال انظر إلى الأدوار الإقصائية هني راح تشوف الفريق وهذا ظهر الموسم الماضي تخلى عن الدوري وتخلى عن فما عندهم النفس على أنا أشوف أن نابولي هالموسم بكل أشكال لازل تقول لك الفرق الإيطالية في الوضع هذا ما عنده النفس أنا أحساسي نابولي بيردون عليك أبو يردون عبدالله. علي أنت قصدك الأبطال أي بالأبطال أنه يفوزون لا مو يفوزون أنه يوصل يعني الأدوار بعيدة نص نهائي يسبب مشاكل يخرج أندية كبيرة بس يعني هو لحد أنت شوف شنو هذا حد هذا ما يتخطى نشوف وراح أذكرك كابتن عادل كونتي مع توتنهام 4 نقاط من 3 مباريات واليوم التقي فرانكفورت البعض يقول لك إنه كونتي سيء أوروبيا يعني مقولة منتشرة هو مش موضوع إن كونتي سيء أوروبيا الموضوع إن أنت لما تلعب في مباريات أوروبا الضغوطات أعلى النفسية لأن ما عندك وقت تعود يعني مجموعته ما هي قوية مجموعة توتنهام الضغوطات أعلى الضغوطات ما لها علاقة بالمجموعة قوية ولا مقوية الضغوطات النفسية أعلى فإذا الفريق ما قاعد يحقق نتائج إيجابية إذا طافتها مباراة ما حقق نتيجة إيجابية تتصاعد الضغوطات فالمباراة اللي بعدها يصير الضغط أكبر على الفريق وغير الدوري الدوري تعمل على مراحل طويلة من الزمن لكن في الشامبيونز ليج وبطولات الكوس شوية غير وشنو وقت توتنهام الليلة؟ توتنهام يعني من الفرق اللي لحد الآن في طور التطور يعني ما احنا ما نقدر نقول انه نجزم انه هو يفوز اليوم ولا ما يفوز اليوم يتأهل ما يتأهل هذا لحد الآن من سابق الأوان لأن كونتي ما وصل لمرحلة كبيرة في العمل أبو عبد الله شلون تشوف كونتي؟ كونتي تصريحه واضح المطالبة والضغوط اللي عليه من الجمهور انه يفوز بالدوري انه يفوز بالأبطال هما مفكرين ان كونتي اللي هو اللي بيجيب لهم البطولة كونتي إذا ما عنده الأدوات واضح تصريحه يعني يا بولا ريتشاردسون لا شوف تصريحه واضح تحتاج توتنهام المزيد من صفقات الانتقال إذا أراد المنافسة على أعلى مستوى في الدوري ودوري الأبطال أوروبا كلامه واضح أنت في هالمجموعة مثل ما تكلمنا على كذا نادي أنت في هالمجموعة هذا ما تقدر دوري إنجليزي ما هو سهل أنت مو أنت تقارن السيتي في قوته المالية وقوته الفنية وفي دوري الأبطال في دوري الأبطال قد يتأهل يعني هو اليوم عنده 4 وكوبنهاغن عنده يعني هو عنده في نفس المجموعة فرانكفورت أي عنده 4 فرانكفورت 4 وعنده 4 يعني ما تدري الليلة ممكن إنه يفوز ممكن يتأهل هو يتكلم عن مناطق أعلى في البطولة ما يتكلم مثل عن تأهل المجموعة فواضح كلام هذا المدرب واضح وهو يطالب الإدارة للأسف عكس كلوب اللي يدافع الإدارة لو بعدين المجموعة مو سهلة مثل ما ذكرت مالك يعني مارسيليا أينتراخت فرانكفورت سبورتينج يعني بالنهاية أنت ما طاح معاك ميونخ ولا طاح معاك برشلونة لا بس هذه فرق هذه ما هي بنفس الصعوبة يمكن الفرق الكبيرة تقول له ما طاح وياه هذا ولا لا. يعني شنو تاريخ توتنهام يعني مثلا الفرق اللي بصف الأول كم ممكن مثلا يطيح فريق أقوى فرق متقاربة المستوى يعني احنا نتكلم عن فرانكفورت السنة الماضية وين لعب نهائي بطولة الأوروبية صح عدل بس بالنهايه يعني مارسيليا الأندية الألمانية ما فيها استمرار وثبات يعني احنا شوف الأندية الألمانية فتره اوكي توتنهام ما عنده استمرار توتنهام ما عنده استمراريه وثبات بس توتنهام يعني الاكثر صرف ما بينهم اكثر استقرار يعني في الدوري الانجليزي لما تصير في التوب فور انت من فرق القمه ها يعني المجموعه مو سهله المجموعه فيها سبورتنج لشبونه فريق متعود على بطولات الشامبيونز ليج فيها فريق متطور مثل فرانكفورت فيها مارسيليا ايضا من الفرق اللي احنا اخر سنتين ثلاثه نشوف يقدم مستويات جيده يعني تشوفون المجموعة متقاربة ننتقل للفقرة الأخيرة فقرتنا الأخيرة فقرة yes or no yes or no فقرة yes or no yes or no فقط أبو عبد الله
أول هزيمة اعتمد على سؤالك شون؟ أنا أقول لك من الحين أول هزيمة لريال مدريد هذا الموسم بتكون على يد برشلونة أبو عبد الله. لا عادل. نعم. إراحة هالند في الدنمارك يعني تسجيله هاتريك في أنفيلد أبو عبد الله. لا عادل. لا طبعا. لن يحقق كونتي دوري الأبطال في تاريخه أبو عبد الله. لن يحقق؟ لن يحقق دوري الأبطال في تاريخه. نعم أو لا؟ لا عادل. هذا بعلم الغيب ما ندري يعني. نابولي أفضل فريق في إيطاليا حاليا أبو عبد الله. حاليا حاليا حاليا. نعم نعم أبو عبد الله قول نعم. نعم نعم. انتقال ماني أثر سلبيا على ليفربول أبو عبد الله؟ جدا يعني. نعم نعم. عادل السؤال يعني في نعم في أو لا. لا 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 مو نعم ولا هذا السؤال لأن إذا لا هو نعم أو لا إذا كذي ناقشها بعدين. هذا رمادي. نعم أو لا؟ لا لا. الإنتر لن يخسر في الكامنو الليلة أبو عبد الله؟ نعم. عادل لن يخسر؟ لن يخسر الليلة. لا. كانت هذه حلقتنا اليوم يعطيكم العافية ونلتقي فيكم غدا إن شاء الله.